الآن نتكلم في التعريف البسيط بأهمية زيارة الحسين عليه السلام عموما. قال الشيخ عباس القمي رحمه الله في مفاتيح الجنان: اعلم أن فضل زيارة الحسين عليه السلام ما لا يبلغه البيان، وفي روايات كثيرة أنها تعدل الحج والعمرة والجهاد، بل هي أفضل بدرجات وتورث المغفرة وتخفيف الحساب وارتفاع الدرجات وإجابة الدعوات وتورث طول العمر والحفظ في النفس والمال وزيادة الرزق وقضاء الحوائج ورفع الهموم والكربات. وإن ترك زيارة الحسين عليه السلام بدون عذر يوجب نقصا في الدين، وهو تركه حقا عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وآله. وأقل ما يؤجر به زائرة يعني الحسين عليه السلام هو أن يغفر الله ذنوبه وأن يخون الله تعالى نفسه وماله حتى يرجع إلى أهله. فإذا كان يوم القيامة كان له أحفظ من الدنيا. وفي روايات كثيرة أن زيارته عليه السلام تزيل الغم وتهون سكرات الموت وتذهب بهول الصبر، وأن ما يصرف في زيارته عليه السلام يكتب بكل درهم منه 100,000 درهم، بل 10,000 درهم، يكتب بكل درهم منه 1,000 درهم بل 10,000 درهم، وأن الزائر إذا توجه إلى قبره عليه السلام استقبله 4,000 من الملائكة، فإذا رجع منه شايعته وودعت. وإن الأنبياء والأولياء والأئمة المعصومين عليهم السلام أجمعين يزورون الحسين عليه السلام ويدعون لزواره ويبشرونهم بالبشائر، وأن الله تعالى ينظر إلى زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل نظره إلى من حضر عرفات، وأنه إذا كان يوم القيامة تمنى الخلق كلهم إن كانوا من زواره لما يصدر منه عليه السلام من الكرامة والفضل في ذلك اليوم. قال: والأحاديث في ذلك لا تحصى، وحسبنا هنا رواية واحدة روى ابن قولويه والكليني والسيد ابن طاووس وغيرهم بإسناد معتبرة عن الثقة الجليل معاوية بن وهب البجلي الكوفي الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم الثالثة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك فكافئهم عنهم بالرضوان فكافئهم عنا بالرضوان وكلعهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك حتى يعودوا إلى أوطانهم وما أنفقنا على آبائهم وآهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهور والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت
واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم اني استودعك تلك الانفس وتلك الابدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش الاكبر. فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد. فلما انصرف قلت له: جعلت فداك، ان هذا الذي سمعته منه، لاحظوا، ان هذا الذي سمعته منه لو كان لمن لا يعرف الله لظننت ان النار لا تطعن منه شيئا ابدا. والله لقد تمنيت اني كنت زرته ولم احج. فقال لي: ما اقربك منه، انت يمك، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك، لان سكنه في الكوفة وسكن الامام الصادق في المدينة، فيكون من سكن الكوفة قريبا من قبر الحسين عليه السلام. ولذا يقول: ما اقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. معاوية البجلي طبعا. قلت: جعلت فداك، فلم ادري الامر، فلم ادري ان الامر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء اكثر من يدعو لهم في الارض. لا تدعه لخوف احد، فمن تركه لخوف رأى يوم الحسرة ما يتمنى ان قبره كان بيده، يعني ان يموت سريعا. اما تحب ان يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه واله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ اما تحب ان تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ اما تحب ان تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اقول هذا لمجرد الزيارة حتى بالسهولة واليسر، فكيف سوف تكون مهمة وعظيمة مع وجود بعض المصاعب او الكثير من المصاعب في السفر اليه والعناء نحوه والتضحية في سبيل زيارته؟ وقد ورد ما مضمونه ان كفرة الحسين اوسع، يعني اوسع من سائر الائمة المعصومين عليهم السلام. وقد فهم طبق من الناس من ذلك ان المراد بها الاجور التي يتقاضاها القارئون على الحسين عليه السلام، فان فيها زيادة وبركة اكثر من غيرها. وهذا وان كان وجها مفهوما واقرب الى الصحة، الا ان الوجه الاصح في تفسير ذلك، اعني ان سفرة الحسين اوسع، هو ان شفاعة الحسين عليه السلام اوسع، بحيث تشمل كثيرا من المذنبين والعصاة بخلاف غيره من المعصومين، فانهم لا يشفعون الا لمن كان مرضيا لله عز وجل، ولن يكون العاصي مرضيا لله عز وجل. ولذا قال بعض اهل المعرفة ان بعض الائمة عليهم السلام لا يزورونهم الا الخاصة كأمير المؤمنين والرضا عليه السلام، يعني ان الفرد ان لم يكن من الخاصة لم تقبل زيارته، ولكن الحسين عليه السلام يزار من قبل الخاصة والعامة، وكل من يذهب اليه تقبل زيارته وتقضى حاجته ما لم يكن معاندا والعياذ بالله. لاحظوا من انه لم يدل دليل واضح في الكتاب الكريم او السنة الشريفة باستحباب الذهاب الى زيارة الحسين مشيا، وهذا صحيح لا يوجد نص محدد، الا اننا لا نحتاج الى النص المعين، بل تكفينا القواعد العامة المتوفرة شرعا لاثبات استحبابه. اولا انه احترام للحسين عليه السلام بصفته الامام المعصوم المفترض الطاعة المقتول ظلما في اعظم حادثة من حوادث التاريخ. ثانيا انه تواضع للحسين عليه السلام. ثالثا انه تضحية في سبيل الله وسبيل الحسين عليه السلام. رابعا انه تقديم نحو من المقدمات لاستجابة الدعاء وطلب الحوائج، فانه كلما كان الدعاء مسبوقا بخشوع وخضوع وتضحية اكثر كانت الاستجابة اسرع واكثر ضمانا وصحة. خامسا انه قيام بشعيرة من شعائر الله تعالى عرفية ومتشرعية متسالم على صحتها منذ عشرات السنين، بل منذ مئات السنين. سادسا
اننا يمكن ان نقيسها، لاحظوا اننا يمكن ان نقيسها على اسلوب الحج ماشيا، فانه مما تسالم جميع المسلمين بجميع مذاهبهم على صحته ورجحانه ومزيد الثواب فيه. وما ذلك الا لان المشي الى الحج متضمن لا محالة للتواضع والخشوع والخضوع ونيل المصاعب عن تعمق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الامور بنفسها موجودة في اي هدف ديني شرعي، واهمها زيارة المعصومين عليهم السلام بما فيهم الحسين سلام الله عليه. وهذا بطبيعة الحال ينطبق على زيارة جميع المعصومين عليهم السلام بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المدفونين بالبقيع والإمام الرضا في خراسان وغيرهم. وهذا ينبغي أن يكون واضحا، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام يختص لدينا بأمرين. الأمر الأول قربه نسبيا لوضوحه الفرق بينه وبين مكة وخراسان بشكل غير قابل للقياس، ذيك اماكن بعاد كلك علينا، هذا مكان قريب، مضافا الى وجود ما يسمى بالحدود الدولية التي يحتاج اجتيازها الى صدور الترخيص من قبل كلتا الدولتين، مما يجعل امر الذهاب متعثرا في اغلب الاحيان. لكن هنا ما بيها حدود دولية حبيبي. الامر الثاني سعة شفاعة الحسين عليه السلام كما سمعنا قبل قليل وشمولها لغالب أصناف الناس، وهذا ينتج انك لو سرت الى غيره فقد لا يكون عملك مقبولا، فقد لا يكون عملك مقبولا، لان ذلك الامام لا يزوره الا الخاصة، واما العامة من الناس فمحجوبون عنه حتى لو وصلوا اليه مشيا، بخلاف الحسين عليه السلام فانه سيقبلهم بدون المشي، فكيف لا يقبلهم مع المشي الذي يتضمن التضحية والخضوع والاحترام، وسوف يكون ذلك اولى بالقبول وقضاء الحوائج وستر العيوب وغفران الذنوب. ومثله بالضبط تقبيل الأمرحة المقدسة والالتباس بها والدوران حولها، فإن في ذلك ونحوه من الأمور بيانا واضحا بلسان الحال لحب الإمام عليه السلام واحترامه والتخضع له. وقديما قال الشاعر: أمر بذي الديار ديار ليلى، ديار ليلى أخبر ذا الجدار وذو الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فهو حين يكون محروما، الفرد حين يكون محروما من تقبيل شخص محبوبه فإنه سيقبل بابه وجداره، وحين يكون محبوبه مدفونا فإنه سيقبل أرضه وضريحه، وهذا أمر عرفي ومتعارف. أليس حين تلقى من تحبه بعد غياب وفراق فإنك تقبله وتقبل ثيابه وتقبل ما على رأسه، كما قد يبلغ بك الحال والحب، قد يبلغ بك الحال والحب بأن تقبل قدمه أو نعاله. فالمهم أن كل ذلك دليل على بيان الإخلاص والحب والتقرب والخضوع والاحترام للمحبوب، والمعصومون عليهم السلام أولى من يكون مستحقا لذلك، لأنهم أولياء الله وأحباؤه وخاصته وخالفته، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا إلى جنبكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام من أصحاب الكساء بإجماع علماء المسلمين بكل مذاهبهم، وهم كما قلنا في الشذرات أصحاب الكساء أفضل، ليس فقط أفضل من البشر بل أفضل من الخلق أجمعين، حتى من التسعة المعصومين من ذرية الحسين سلام الله عليهم. تعرفوا هذه النعمة الكبرى التي حباكم الله بها في القرب من هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم، إلا أن التحذير، كل التحذير من طلب الدنيا ومن إطاعة النفس الأمارة بالسوء، فإن المهم في الطاعات بما فيها الزيارات وغيرها هو الإخلاص والخشوع والانقطاع إلى الله سبحانه. وأما أن تكون تلك الأعمال والزيارات لطلب الدنيا كالشهرة والمال والرياء وأمثال ذلك، فمن الواضح أنها ساقطة عند الله وليس فيها ثواب،
ولا يحتمل ان تكون مقبولة اصلا ولا سببا لشفاعة المعصومين سلام الله عليهم اطلاقا. بل ان هذه الطاعة وان تخيلها الفرد او زعمها انها طاعة لله فانها في الحقيقة طاعة للشيطان، وطاعة الشيطان عليها عقوبة وليس عليها مثوبة. مضافا الى ما قلناه في فقه الاخلاق من ان الفرد اذا كفر بطاعاته امرا دنيويا فانه قد يعطى ذلك الامر الدنيوي ولكنه يحرم من الثواب الاخروي، لانه اذا طالب به في الاخرة فانه يقال له قد اعطيناك ثوابك في الدنيا وهذا يكفي ولست مستحقا لثواب الاخرة، كما قال تعالى في شأن القرآن طبعا، كما قال تعالى اذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، اي الذل والهوان. فالمهم في العبادات جميعا بما فيها زيارات المعصومين عليهم السلام والاخلاص، وقد ورد ما مضمونه ان الصلاة وان بدت متشابهة من كل احد الا ان صلاة احدكم تكون كالذرة وصلاة الاخر كالحصاة وصلاة الاخر كالتفرجلة وصلاة الاخر كجبل احد، يعني يختلف ذلك باختلاف الاخلاص وصفاء القلب وحسن التوجه خلال الصلاة. وورد سمعتكم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وورد رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش، ورب سائر الى الحسين وليس له من سيره الا التعب والعناء. والكلمة الاخيرة التي اود توجيهها الان هي انني في خطبة سابقة، لاحظوا في خطبة سابقة، ناديت موظفي الدولة جميعا ودعوتهم الى طاعة الله والعود الى الشريعة والى تذكر الحساب والعقاب، وهذا يقتضي بطبيعة الحال ان يكون الموظفون عونا للناس على طاعاتهم وشعائرهم وادعيتهم وزياراتهم، فان لم يشاركوهم فلا اقل ان لا يحصل منهم من وازعاج. وليس مقتضى حسن الظن بالموظفين وتوقع التوبة والتدين منهم ان يسلكوا ضد هذا المسلك فيفكروا بالفلمن والحيلولة دون بعض شعائر الله سبحانه التي هي من تقوى القلوب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا احد، صدق الله.